كما أكد رئيس السيسي أن الدولة مستعدة لأي إجراء للحفاظ على صحة العاملين بمشروع الرمال السوداء، مشددا على ضرورة التأكد من أن العمل في مشروع الرمال السوداء ليس له أي تأثير صحي من خلال الإجراءات والمعايير والاحتياطات التي من الممكن تحقيقها. انتوا شايفين ان احنا محتاجين مواد لارتدائها للعاملين او كده، احنا مستعدين نعمل ده، يعني نبقى متحوطين اكتر طبعا، حارسين اكتر طبعا. عشان في النهايه ما هو اللي شغال بالشغال يوم ولا شهر، ده شغال على طول. صحيح. فاحنا عايزين نبقى مطمنين من الكلام ده، لان دول اهلنا طبعا طبعا. فعايزين نطمن ان الشغل ده ملوش اي تاثير صحي على الانسان من خلال الاجراءات اللي بتتعمل بالدراسات اللي انتوا عارفينها تمام، والمعايير المعمول بيها تمام، وايضا بالاحتياطات اللي احنا تمام ممكن نحققها.